الهند دولة من دول العالم الثالث، ولكنها استطاعت أن تصبح قوة نووية وقوة أيضا عالمية. لها تاريخ عريق، ولكن هناك صراع مع جارتها باكستان، وصراع ليس بالسهل كما كان في الماضي، وإنما هو صراع بين دول نووية، وأي حرب تشب بينهما سوف تكون لا تبقي ولا تذر، سوف تكون هلاك للطرفين. وقد اتجه الرئيس الأمريكي أوباما إلى زيارة الهند من أجل تعزيز التعاون مع أمريكا، وسوف يدعم أن يكون للهند مجلس مقعد دائم في مجلس الأمن، وهذا سوف يعطيها أيضا دعم معنوي كبير في المرحلة المقبلة. وما يمكن أن يكون هناك أيضا من دول سوف يقوم بزيارتها الرئيس الأمريكي أوباما في آسيا، والتي قد تحتاج إلى الدعم الأمريكي من أجل التعاون مع أمريكا في مجال الاقتصاد خاصة، ومحاولة تجنب الانهيار الاقتصادي أو الإفلاس أو التدهور الذي يحدث أو التضخم أو أي من تلك الأزمات الاقتصادية العالمية الحادثة.